السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتتبعين، نتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم يا إخواني أخوات سنتحدث عن موضوع مهم للغاية، وهو موضوع حقوق النشر والطبع يا إخواني أخوات في العالم الأحمر. إذا سنبدأ على بركة الله لنريكم مثالا لهذا الحقوق وكيف تظهر عندنا في الفيديوهات التي لا تحترم شروط اليوتيوب يا إخواني أخوات. نبدأ على بركة الله بمثال كنت قد رأيته. إذا كما تشاهدون يا إخواني أخوات، فهذا الفيديو يا إخواني أخوات يحتوي على موسيقى لمغني معروف، يعني هي موسيقى ليست لصاحبة القناة كما تشاهدون. وهنا كما ترون فهو فيديو يحتوي على، كما ترون نضغط على بلوس، لقد ضغطت عليها كما ترون موان، هنالك هذا المكان بلوس، نضغط على بلوس ثم ننظر. إذا الموسيقى المستعملة في الفيديو يقولون لك يعطيك معلومات أكثر، العنوان هو مولايا أرابيك فيرسيون بونيس تراك، يعني المغني هو ماهر زين معروف يا إخواني أخوات. الألبوم هو Forgive Me Concede to Solicence a YouTube Bar، يعني هاد الأغنية عندها ليسنس كما نقول، عندها بيانات أعطيت لليوتيوب على الشكل التالي ومن طرف هاد الشركات. إذا فكما تشاهدون هاد الشركات هي المرخصة أو التي رخصت ليوتيوب هذه الأغنية يا إخواني أخوات، ومن أراد هذه الأغنية فيجب عليه أن يتبع تعليمات الاشتراك كما هو مكتوب هنا في الأسفل، أشتري ماجنو سور جوجل بلاي، يعني أنك لن تقدر ولن تستطيع استعمال هذه الأغنية إلا إذا اشتريتها من جوجل بلاي يا إخواني أخوات. وإذا وضعها أي أحد غير هذه الشركات المرخصة ليوتيوب فلن تقبل منه يا إخوان يا أعزاء. لذلك ننصحكم بعدم استعمال الموسيقى المغنيين أو رنات أو حتى ألحان التي لا ليس ليست لكم. وهنالك كما أوضحت لكم في فيديو سابق مكان وموضع في اليوتيوب تحملون منه كل الموسيقى وكل أغاني، كل الموسيقى الأغاني ليست موجودة هناك، بل الموسيقى والرنات التي ستحتاجونها يا إخواني أخوات. سنريكم الآن كيف تجدون هذا حقوق الطبع والنشر في الهاتف، كيف تجدونها، لأن هنا نضغط كما رأيتم على علامة بلس، إذا نضغط على علامة بلس تحت القناة، ولكن في الهاتف سنريكم كيف تجدونها، فقط نضغط على هذا المكان يا إخواني أخواتي، ومبين هنا السهم، هذا السهم يعطينا كل تفاصيل الفيديو، يعني نضغط هنا وبالتالي سنجد هذا يا إخوان، هذه التفاصيل كما في الصورة هنا، يعني ستجدون هنا كذلك هذه القناة لديها حقوق طبع ونشر على هذا الفيديو كما تشاهدون. ضغطنا على السهم المتواجد هنا وشاهدنا التفاصيل، فيتعطيك العنوان وتعطيك المغني وتعطيك حتى الليسنس، يعني من صاحب هذا الليسنس الذي طرحه في اليوتيوب يا إخواني أخوات. ولذلك فعندما تضعون أغنية أو شيئا من حقوق النشر والطبع تأتيكم رسالة على الجيميل يا إخواني أخوات، مكتوب فيها أنك لم تحترم حقوق النشر والطبع، وأن الفيديو يمكنك أن تتركه في قناتك فلن يشكل عليك أي مشكل، ولكن المشكل الوحيد يا إخواني أخوات هو أن الأرباح لن تأخذها أنت ولن تستفيد منها، وكلنا نجري وراء الربح. لذلك من الأفضل تجاوز هذا الباب وأن تغلق باب المحظورات بصفة نهائية. ومعلومة أخرى يا إخواني أخوات، أنك عندما ستدخل قناتك وإلى المراجعة كما قلت لكم لن يشكل عليك أي مشكل هذا الفيديو، ولكن المشكل الوحيد هو أنك يمكن أن تحرم من أخذ الربح على الفيديو، ولو لم تحرم من أخذ الربح ووضعت عليه إشهارات فلن تأخذ الأرباح يا إخوان كلها، لأن اليوتيوب
يوتيوب عندما يرسل لك رسالة يعلمك بأنه إذا كانت هنالك شكوى من صاحب هذه الأغنية أو صاحب هذا الليسنس فسيأخذ الأرباح كلها، أرباح الفيديو. إذا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم يا إخواني أخوات، ولكل من عنده حقوق نشر وطبع من الأفضل أن يحذف الفيديو قبل أن يصعد في المشاهدات ويصعد في عداد البصمات وعداد المشاهدات عند الجمهور. من الأحسن أن تحذفه في الأول يا إخواني أخوات، وإلا إن كان الفيديو قد أدخل ساعات كثيرة لا تحذفه، واتركه بعد المراجعة ثم احذف أو اتركه لا يهم، لأنك لن تربح منه أي مال يا إخوان. ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، فتحية لكم يا إخواني أخوات. لا تنسون من الاشتراك والدعم وعلامة جيم وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. خوا خوا ما بيناتنا عداوة، أعانكم الله يا أحباب.